هلا والله شباب، يلا حيهم. وصلنا الى مدينه كيوتو. مدينه كيوتو تعتبر واحده من اجمل المدن اللي موجوده هنا في اليابان، وكانت عاصمه اليابان لمده 1000 سنه، تخيل. طبعا يا صديقي، اول ما وصلت مدينه كيوتو رحت لاشهر مكان موجود في مدينه كيوتو، هو يعتبر معبد والاله فيه يا صديقي اللي هو الثعلب. ما احنا جايين عشان نشوف المعبد، احنا جايين عشان نشوف البوابات الجميله هذه، بوابات كلاسيكيه، اكثر من 10000 بوابه في مكان واحد يا صديقي. طبعا هذه بوابتي يا صديقي، والدخول فيه مجانا. وايضا يا صديقي، من الاشياء الجميله انك تشوف اللبس التقليدي في اليابان. هذا اللبس التقليدي في اليابان قريب من اللبس الكوري تقريبا صراحه، ولكن مختلف شوي عن اللبس الكوري. فخلونا ندخل يا اصدقائي ونشوف كيف يكون هذا المكان العملاق. طبعا هذا المعبد يا صديقي، احنا ما راح ندخل معبد، راح ندخل فقط البوابات اللي خارج المعبد. واغلب الناس اللي يتبعون هذا الدين اللي هم اليابانيين، ديانة الشنتو. من هنا تبدا البوابات يا صديقي، واللون البرتقالي عندهم لون مميز جدا، فلو تلاحظ كل شيء، حتى اللي كانوا يرقصون قبل شوي لابسين برتقالي، وكل شيء باللون البرتقالي، وايضا حتى البوابات باللون البرتقالي، اكثر من 10000 بوابة يا صديقي. وهنا بدايتها يا صديقي، 10000 وحدة. عاد أبدأ عد، 1 2 3 ما يمدي نخلص. شوف ترى في ناس مسلمين بعد، إذا تشوف إذا تلاحظ كبطين. لو تبحث عن أي صورة هنا في اليابان تلقى صور مرة كثير عن هذه البوابات الكلاسيكية في اليابان، لأنها واحدة من أشهر الأماكن اللي ممكن موجودة في اليابان، خصوصا كيوتو كانت عاصمة اليابان أول، فمكان جدا مشهور. شوف الآن هنا، طبعا يا صديقي العشرة آلاف بوابة تبدأ من اليمين. شوف كاتبين لك إنك تروح يمين، اعتقد هنا الطالعين وهنا الداخلين. 10000 بوابه، شوف ورا بعضهم، فجدا كثيره. فخليني ادخل تقريبا اول 100 واشوف كيف تكون. يا حليل الشيبان بالله. والله العظيم دائما اشوف صور اليابان، اذا كنت ابحث وهذا اشوف هذه البوابات. فجميل انك تتمشى فيها، ودخولها مجانا يا صاحبي، تجي تستمتع، تتصور، تسوي رياضه، تتمشى، تتعرف على ناس. انا صراحه تعرفت على اكثر من واحد من السعوديه، وواحد من المدينه، وواحد في هذه المنطقه، واحد من مصر. هذا المكان صراحة مكان جميل جدا، بس انتبه تجي بالويكند لانه بيكون مرة مزدحم يا صديقي. هنا اليابانيين يكتبون امنياتهم يحطونها هنا، صراحة انا ما افهمها، ولكن مع الترجمة وزي كذا اغلبها مكتوبة الصحة والراحة والسعادة الظاهر، فكل واحد يكتب امنيته ويحطها هنا. كل الناس تتمنى الصحة وراحة البال والسعادة، وحنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى مرتاحين البال في دين الإسلام، والله يديم علينا دين الإسلام وعلى المسلمين دائما. والله يا صديقي، من أكثر الأشياء الجميلة في هذا المكان أنه محاط بالأشجار، نفس القلعة أوساكا، نفس قلعة أوساكا اللي بالمقطع اللي راح، مليئة بالطبيعة والجمال والأشياء. أجمل الأشياء أنك تشوف الناس يتصورون هنا، خصوصا الصينيين، ياخذ لك مع كل عمود صورة، يعني ياخذ لك 10000 صورة يا صديقي علشان يخلص هذا المكان كله. فصراحة تستمتع وأنت تشوفهم ياخذون صور وزي كذا. طبعا كل شوي حاط لك لفة، لأنهم يدرون أنك راح تتعب. شوف هذا منطقة للراحة، فيدرون أنك راح تتعب، وإذا كنت ما تعبت تقدر تكمل من هنا لين تخلص ال 10000. وصراحة جميل أنك تشوف اللبس التقليدي الياباني. هلو. هذه يا صديقي محطة ترتاح فيها، بالله شوف الأشجار ما شاء الله تبارك الله، شوف الورود كيف جميلة جدا يا صديقي، خصوصا مع صوت النهر هنا، طبيعة يمينك ويسارك، وهذه البوابات طبعا جدا جدا كثيرة، ولكن انا كل شيء اروح يمين يسار عشان استمتع بالطبيعة، ولانها ايضا زحمة، كل شيء واحد يوقف بياخذ صورة. شوف ما تخلص يا صديقي، احنا الظاهر الحين وصلنا 120، يعني باقي لنا كم؟ باقي لنا 9800. يلا هانت هانت. كل ما تخلص 100 عمود او بوابة كلاسيكية تلقى مناظر جميلة جدا، مثل هذا المنظر يا صديقي، بالله شوف الجمال، شوف اللون الأخضر، من كثر ما الدنيا خضراء حتى البحيرة صايرة خضراء. فصراحة المكان جميل جدا يا كبتي، شوف الورود الجميلة هذه ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا يا صديقي، حتى لو كنت مشيت مع البوابات وهذه تحصل وانت في طريقك نفس هذه المكاين، فباخذ لي عصير يا صديقي ونبرد علينا عشان نكمل طريقنا إلى هذا المكان. حطيت
500 وتطلب اللي تبيه. ابي هذا. خلنا كابتن. طيب ابي اثنين كيف كذا؟ ابراهيم هذه لك، خذ خذ خذ، والله طلبتها لك. طبعا ابراهيم معي صديقي من السعوديه ولكن ما يحب الظهور الاعلامي فعشان كذا ما راح اطلعه. طيب شلون اخذ فلوسي الحين؟ ايوه هذه الحين عاد بطلب واحده ثانيه يا صديقي. كويس هذه ما فيها شيء ثاني. اي ما عليه الحمد لله ما فيها شيء، هذه ما فيها خنزير ما فيها ثعلب شيء. الحمد لله. طيب هذه 100 وبعد 50 بعد. ايوه 150. خلنا نبرد يا صديقي والله مع هذا. والحين يا صديقي تشرب هذا العصير البرتقال مع هذا الجمال. شف الله يا اخي والله العظيم تلسع على كيف كيفك مع هذا الهدوء والطبيعه. الان خلونا نستمتع انا وصديقي ابراهيم. اجمل شيء ابراهيم وين تقابلنا؟ والله تقابلنا في المعبد حق الذيب مدري الثعلب. بس والله سبحان الله في مسلمين هنا كثير. اي فعلا في مسلمين انا شفت وايضا من جميع الجنسيات مو فقط جنسيه واحده. اسمع صوت العصافير، انا صرت برتقالي من العمدان اللي جنبي ذي. يا جمال صوت العصافير هنا والله ما شاء الله تبارك الرحمن. والله يا صديقي المكان هذا لو تلاحظ اغلب اللي يجون هنا اللي هم طلاب المدارس. فسبحان الله طلاب المدارس من اسرع الناس اللي تغير افكارهم. اهم 5 سنوات للطفل اول 5 سنوات هي اللي تبني الجذور. فعشان كذا هنا يجيبون طلاب المدارس من المدرسه نفسها الى هذا المكان عشان يعلمونهم على هذا الدين وتترسخ الجذور في اذهانهم وهم صغار. اول 5 سنوات لطفلك تراها من اهم 5 سنوات في حياته، وهي راح تكون جذوره لبقيه حياته كلها كامله. فانتبهوا لي جذور ابنائكم يا اصدقائي، فحنا بنعمه عظيمه جدا ان الله هدانا سبحانه وتعالى للاسلام. اللهم يا ربي ادم علينا نعمه الاسلام، اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا والنعمه الصالحه ترضاه. وهنا خلصنا من هذا المكان، والان خلونا نروح الى مكان مشهور ثاني هنا في مدينه كيوتو، واحده من اجمل المدن في اليابان. بالله شوف كيف الحاره هنا في كيوتو، جدا انيقه مع السيارات والبيوت، الوانها جميله يا صديقي. طبعا احنا الان عند اقرب ثاني اشهر مكان موجود هنا في كيوتو اللي هي غابه اشجار البامبو اللي هي اطول اشجار تقريبا في العالم. في هذا المكان الجميل بالله شوف الحاره كيف يا صديقي، البيوت التراثية اليابانية الله العظيم شكلها جميل. هلو عليك. حصلت هذه الآلة وأنا رايح لأشهر مكان موجود هنا، وشوف حصلت علم السعودية بس شوف صغره مرة صغير كابتن، يعني الظاهر أنه حلال. ها شو رأيك يا إبراهيم؟ ما هي حلال يا رجل أنت، كل شيء ما هو حلال. لا تعوذ من الشيطان، لأن المنتج مو عندك لازم تحصل برنامج الحلال عشان. طيب هذا فواكه يا رجال إن شاء الله ما في شيء. خليك في المضمون، خليك حتى المويه والله حتى مشكوك وضعها بس خلينا في المضمون. أنت بس المويه الآن عطشان أجيب لك إياها. بس فيها غازات ذي ما بيها أنا. ما تبغى غازات خلاص إلا كذا وقت ما أنت قلت نرجع لستاربكس. هنروح بعد شوي، الآن احنا بنروح لثاني أشهر مكان هنا في كيوتو، بالله شوف الحواري يا أخي. والله العظيم جميلة يا أخي ما شاء الله. حواري أهل كيوتو مرة مرة كويسة. طبعا كيوتو تعتبر الله شوف كابتن بالله شوف البيت أقسم بالله تحس إنه تحفة فنية ما هو بيت. بالله وش رأيك يا إبراهيم؟ شوف شوف السيكل يا رجل كأنك تحفة والله العظيم. الباب مع هذا هدوء اليابان يا رجل ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا المكان المشهور في الاتجاه الثاني ولكن أنا شفت هذه الحارة فقلت أجي أتفرج عليها. شوف الورود يا كابتن بالله شوف شوف الله بالله والله العظيم انها حاره جميله جدا يا صديقي. صديقي مو بس الحواري بالله شوف الشارع كيف مرتب وجميل وانيق جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم اكيد حاره شفتها في حياتي. شوف الجمال يا صديقي والله الشارع الحاله بعد جدا نظيف ما شاء الله تبارك الرحمن. اول ما تدخل تجيك المحلات ايس كريمات واكل ياباني، الاكل الياباني المعروف تشوف. طبعا يا صديقي المكان الثاني اللي هي غابة أشجار البامبو، فلو تلاحظ من أول ما تدخل تحصل أشجار البامبو بكل مكان. طبعا أشجار البامبو أعتقد أنها واحدة من أطول الأشجار في العالم، توصل إلى 50 متر الظاهر. بالله شوف الجمال يا صديقي شوف الجمال يا صديقي. هذا ثاني أشهر مكان موجود في كيوتو اللي هي غابة أشجار البامبو. شوف اشجار البامبو شطولها ما شاء الله متعس من طولها ما تشوف نهايتها، وعلى طول الطريق اشجار البامبو. فصراحة مكان جميل جدا انك تجي وتستمتع تتفرج، وايضا يا صديقي دخول هذا المكان مجانا، تجي وتستمتع تنبسط وتتفرج على اشجار البامبو
اللي صراحة طولها كبير جدا. طبعا يا صديقي أنا جيت هذا المكان الجميل أستمتع مع أشجار البامبو، وأيضا أنتظر صديقي إبراهيم اللي تعرفت عليه في المعبد أنه يصلي. الله يتقبل إن شاء الله ويجعلنا وإياكم يا أصدقائي من الصالحين أحباب الله بإذن الله. شوف القمرية يا كابتن ما شاء الله، حتى لونها مختلف تماما عن اللي عندنا. شوف يا حليلها بطنها مليان هنا ما شاء الله تبارك الرحمن. شكل في قطار بيجي من هنا، شوف بدأ يدق الجرس، ظاهر في قطار بيجي، هنشوف كيف يجي المنظر. واو فتحت البوابات. طبعا يا صديقي القطارات بتجي بنص الطريق اللي انت تمشي فيه، نفس غابة البامبو بنصها كذا تقطعها تجي القطارات من هنا. فصراحة جميل انك تناظر فيها وتستمتع في جمال القطارات في هنا في غابة البامبو. طبعا اجمل ما فيه يا صديقي المكان هذا اشجار البامبو انه يمديك انك تخش داخلها وتستمتع في اعماقها. هنا اشجار البامبو بالله يشفى الجمال يا صديقي ما شاء الله تبارك الرحمن. انتبهها يمين انتبهها يسار، حتى شف حتى في نصها في اعماقها كل ابوها اشجار البامبو، يعني مره مميز. شوف القطار بعد، يعني صراحه في اعماق اشجار البامبو، فتستمتع وانت تتمشى بينها لانها كل ابوها صنف واحد نوع واحد اشجار البامبو. شوف العربه هذه يا صديقي اللي موجوده في اليابان اللي يسحبونها اشخاص يدخلونك داخل اشجار البامبو. هالو كونيتشوا ارغاتو غوزايماس. هلو كونيتشوا. والله شكلهم جميل جدا يا اخي مع العربات، بس العجيب انه لا زالوا يستخدمون للانسان يسحب، ليش ما يستخدمون خيل ولا شيء؟ ولكن هذا الواضح انه من الثقافه اليابانيه القديمه جدا. يمشونك طبعا يا صديقي داخل اعماق اشجار البامبو، شوف ما شاء الله. وتقدر توقف ايضا تاخذ صوره، هو نفسه يساعدكم انك تاخذ صور وزي كذا وتستمتع في هذا الجمال يا صديقي ما شاء الله. والله صراحه مكان جميل جدا، اذا ضربتها كانك تضرب خشب. شوف شلون تسمع الصوت يا صديقي. اصدقائي الشجره النابته اشجار البامبو اذا كانت نابته وناضجه تجيك لونها شوي غامق فاتح، فحتى ضربتها تختلف. لكن شوف هذه حديثه، يعني ما انبتت لاخر شيء، فشوف كيف ضربتها حتى الصوت يختلف، ويمديك حتى تهزها. شوف شلون، شوف يا صديقي تهتز. شوف شلون، شوف هذه بعد تهتز. هزها ابراهيم بالله هزها، هز اللي بجنبها، شوف اللي بجنبها ما تهتز. فسبحان الله اذا كانت ما هي نابته بسرعه تهتز، ما هي ناضجه يعني لا زالت قاعد تطول، ولكن اذا كانت ناضجه صعب جدا انك حتى تهزها. شوف هذول اليابانيين كيف لابسين ظهر النينجا والساموراي. صراحه والله العظيم اني كنت اتوقع المكان صغير وكذا طريق واحد، ولكن طلعت كانها غابه كبيره مليئه باشجار البامبو. اول ما تطلع من غابه اشجار البامبو تجيك هذه الحديقه الجميله المليئه بالخضره، بالله شوف كيف تفتح النفس يا صديقي. والله العظيم جمالها واصوات العصافير اللي فيها جدا جميل. انا احب الاماكن اللي زي كذا، يعني تستمتع باشجار البامبو وايضا تستمتع بهذه الحديقه العملاقه. يا رجل ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الجمال ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف النهر كيف صديقي، وش ذا الجمال. هذا جبل من شجر اول مره اشوفه يا رجل. شوف كيف النهر يا صديقي مع الجبل الاخضر ما شاء الله تبارك الرحمن. والله العظيم مكان اسطوري جدا صدق. هنا يقول لك الختام مسك يا صديقي، بالله شوف الجمال واحكي لي يا صديقي ما شاء الله تبارك الرحمن. والله ما كنت اتخيل ان اليابان فيها طبيعه وجمال زي كذا. شوف الغراب، شوف يا سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا على طول وقع بجنبنا، شكله يقول لكم اعطوني لايك وكومنت. اصدقائي بدينا فلوق في جمال ونختم فلوقنا في جمال هنا في مدينه كيوتو اليابان. اتمنى انكم ما تنسون اللايك والاشتراك وانشروا المقطع للناس اللي تحبونهم، لانه باذن الله جالسين هنا شهر كامل وراح نصور تفاصيل اكبر هنا في اليابان. اتمنى انكم توصلون هذا المقطع 1000 كومنت، صراحه بكون لكم من الشاكرين، وباذن الله القادم بيكون افضل واحسن. واهم شيء وقبل كل شيء دائما يا اصدقائي كونوا سعداء في امان الله.